وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد تقرير دوري عن عمل جهاز حماية المستهلك والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم. وأكد مدبولي خلال استقباله رئيس جهاز حماية المستهلك ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، موجها في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة التي تسهم في تطوير أدائه.